هذا الجيش وما قدم من تضحيات وما حقق من مكاسب وإنجازات في زمن قياسي وظروف غاية في القسوة، وما حظي به من تأييد شعبي منقطع النظير ومساندة من بعض أشقائنا العرب، لما كان لليبيا مكان في خارطة العالم، وسيذكر التاريخ في صفحاته المضيئة أنه لولا جيشنا الوطني لتغيير خارطة هذا الإقليم لتحل محلها إمبراطورية الإرهاب الكبرى التي تهدد أمن وسلام العالم بأسره.